يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ثانك يو. اكيد حضرتك والدتي لرزان. ايه انا والدتي لرزان. يا اهلا وسهلا، تفضلي ارتاحي حبيبتي. شكرا. الله يخلي لك هالبنت على هالتربية والاخلاق والجمال. تسلمي حبيبتي، هذا من ذوقك. اهلا وسهلا فيكي. انا بكون امه لجود. جود صديقة لرزان، والحقيقة في حديث من واجبي أحكيه مع أهلها لرزان، مشان هيك حابة الكل يكون موجود. الحقيقة يا مدام، أنا جوزي ما موجود، وبنتي الثانية بالشغل، وابني الكبير جوا. طيب يا ريت تندهيله، حابة يسمع اللي بدي أقوله. ما بعرف يعني إيش بدي أقول لك، بس هو جوا تعبان وما بيقدر يقوم. خير؟ شو بو؟ بصراحة هو كان فايت بغيبوبة طويلة شوي، ومن يومين فتح عيونه. فايت بغيبوبة؟ قديش يعني؟ سنين. سنين صار له فايت بغيبوبة؟ كوما يعني؟ ايه. قديش انتو قلبكن لالله؟ غيره صعب كتير يرجع يصحى، بيموت. ام سوري سوري، الله يطول بعمره. جوزك شو بيشتغل؟ شلون بتحبي تشربي قهوتك مدام؟ اوكي سادة سادة. لحظة لحظة رزان، قبل ما تعملي القهوة. هذا جزدانك ما هيك؟ ايه هاد جزداني. شوفي يا أم. أم باسم. وأنا أم جود. أهلا وسهلا فيك يا حبيبتي، تشرفت. شوفي يا أم باسم، أنا هاي البنت ظلمتها. يعني هي كان المفروض تشتغل من فترة عنا بالشركة، وأنا رحت لعندها وعطيتها ظرف وطلبت منها توديها على الشركة. قام انسرق منها مع جزدانة. والحقيقة أنا شكيت تكون هي اللي مفبركة هالقصة لحتى تاخذ الظرف، لانه كان في مصاري ودولارات. انا غلطت بحقك اولا، لانه انت اللي مربيتيها، وغلطت بحقها وحق ابوها وحق اخوها اللي جوا. وهلا صراحه انا جاي اصلح غلطتي. طبعا غلطتي معها اولا ومعكم ثانيا، ومشان هيك عم صر إنه الكل يكون موجود. كيف وصل الجزداني لعندك؟ شوفي حبيبتي، هدول الناس اللي بيسرقوا الجزادين ما بيهمهم من قلب الجزدان إلا المصاري اللي فيه. والظاهر إنه اللي سرق لك جزدانك أخذ كل المصاري اللي فيه وزته بالشارع، وبالظرف اللي فيه الوراق اللي أنا عطيتك إياه كان فيه عنوان الشركة. مشان هيك وصل لعندي أنا، على شركتي أنا.